السلام عليكم. مصطفى وحنان، قصة الحب اللي انتشرت ما بينهم ما بين الناس كلها، قرروا بعدها على طول الارتباط بعد فترة وجيزة من ان هما ارتبطوا مع بعض. بعد الحب اللي كان ما بينهم قرروا ان هما الاتنين حياة مستديمة ما بينهم، هما الاتنين قرروا ان هما يتجوزوا. وقد كان مصطفى معاه بكالوريوس تجارة، عنده 33 سنة، حنان عندها 30 سنة، معها بكالوريوس تجارة. مصطفى ما كانتش الدنيا حلوة قوي معاه، علشان كده قرر ان هو يشتغل في هوايته اللي هي الميكانيكا، عنده ورشة ميكانيكا، بالرغم من ان هو زي ما قلنا معاه بكالوريوس تجارة، ولكن قرر انه يشتغل قسط ميكانيكي ويشتغل بعدها على طول في ورشة ويفتح ورشة خاصة ليه عن طريق هوايته اللي كان بيحبها، وعلشان يقدر يجيب منها الفلوس ويقدر دخله يزيد اكتر من الوظائف الحكومية بكتير. بالرغم من ده كله مراته قررت ان هي تعيش معاه ومفيش اي مشكلة ما بينهم هما الاتنين. الحب كان ما بينهم هما الاتنين كان لدرجة عالية جدا. مصطفى في وقت معين بعد الجواز بفترة معينة، بالرغم من وجود الحب، قرر ان هو يدخل في حاجة ما يرجعش منها تاني، الا وهي شرب المخدرات. مصطفى ادمن المخدرات بجميع انواعها، المخدرات، الكحوليات، الكيماويات، البراشيم، كل انواع المخدرات مصطفى كان بيشربها. في الوقت ده مراته كانت كل شوية بتروح له علشان تخليه ان هو يبطل حاجة زي كده، ولكن ما كانتش بتقدر. كل شوية تقول له علشان ولادنا، علشان الدنيا، علشان منظرنا، علشان نعرف نصرف، علشان علشان علشان. حاولت معاه كتير جدا، ولكن مصطفى قرر ان هو يدخل في الطاية دي وما رجعش منها تاني. المحاولات البأسة كانت بتاعة حنان كانت كتيرة جدا مع جوزها، حاولت ان هي تدخله اكتر من مصحة، ولكن الرفض كان دايم معاه. في الوقت ده مخه اتلحس زي ما بيقول، او زي ما احنا بنقول على واحد لما بيشرب كتير ودماغه بتروح منه. في الوقت ده بدأ يعمل افعال مع مراته اللي بيحبها، حاجات كتيرة غريبة، منها الضرب والاهانة والسحل والحاجات دي كلها، كل يوم والتاني تهذيب، كل يوم والتاني ضرب. المصاريف كترت عليه بسبب ادمانه للمخدرات. المخدرات مش رخيصة، لازم يجيب بيها فلوس كتير، ولازم يشتغل اكتر علشان يجيب فلوس. المخدرات برضو انهكت صحته تماما، لا في علاقة شرعية ما بينهم، ولا في حتى علاقة حب ما بينهم، ولا في علاقة احتواء واحترام ما بينه وما بين مراته. كل ده والزوجة المصرية مستحملة 100%. درجة الصبر كانت عندها كبيرة جدا، اتحملت كتير قوي، ولكن جت في الفترة الأخيرة الفلوس جت على مصاريف البيت. يعني الفلوس اللي كان بيسيبها كمصاريف بيت بدأ ان هو ياخدها ويجيب بيها مخدرات. في الوقت ده لا في فطار ولا في عشاء ولا في غدا ولا في أي حاجة في البيت. مصطفى بيرجع بعد ما بيضرب الضرب بتاعه ده كله، الضرب اللي هو بيشرب مخدرات صبح وظهر وبالليل، كان بيجي البيت علشان ياكل ما بيلقاش اي حاجة، يشتمها ويضربها، تقول له انا اعمل ايه؟ الفلوس اللي كانت موجودة انت خدتها علشان تشتري بيها الزفت اللي انت بتشربه. المقابل في حاجة زي كده على طول كان بيضربها وكان بيهنها على طول. استحملت مرة والتانية والتالتة. اهلها ما كانوش يعرفوا اي حاجة في الفترة الاولانية، ولكن بعدها عرفوا الاهل حاجة زي كده وحاولوا ان هم يسيطروا على الموضوع ده اكتر من مرة، ولكن مفيش فايدة. مصطفى اخر مرة دخل عليها بتقول له انا عايزة فلوس علشان مصاريف البيت، اداها 50 جنيه. قال لها 50 جنيه دي بتاعت الفطار والغدا والعشاء، اتصرفي وماليش فيه، وسابها. نزل في الورشة بتاعته علشان يصطبح اللي هو اصلا مش شغال فيها، واللي اي حد بيجيله هو قوام منهكة بالمنظر ده، حتى الصبية اللي عنده او الناس اللي شغال عنده سرحهم مبقاش يشغلهم علشان يوفر المصاريف. اي حد من الزباين يجيله علشان يصلح عربية او يعمل اي حاجة ما كانش بيشتغل، كان كل همه يفكر في الجمعية اللي بيعملها مع الناس اللي بيشربوا مخدرات والشلة اللي ماشي معاها علشان يجيبوا يعملوا جمعية معينة ويجيبوا عن طريقها بعض المخدرات. دخل مصطفى في يوم معين، اليوم ده كان الساعة 9 بالليل، عايز يتعشى ما لقاش العشاء كالمعتاد. مراته طلبت منه قالت له هات لي 50 جنيه علشان انزل اجيب لك عشاء واجيب شوية حاجات بسرعة واعملها لك، ده الحل الامثل دلوقتي. مصطفى كل اللي عمله ضربها وسحلها واهانها. دخلت اوضتها تعيط وتبكي، ما قدرتش تعمل اي حاجة.
دخل هو في البلكونة، المكان ده كله في منطقة النرجس، منطقة النرجس في مدينة بدر في القاهرة. في الوقت ده دخل البلكونة بتاعته وعلى الكاسيت وبدأ يعمل حفلة المخدرات اللي بيشربها كل يوم يوميا، بيعمل الليلة دي. دخل البلكونة فرش الفرشة وابتدى في شرب المخدرات. مراته قاعدة جوه عمالة تعيط بعد الضرب والإهانة. سمعت صوت الكاسيت عالي جدا، دخلت عليه لقيته قالع ملط عريان تماما وعمال يرقص جوه البلكونة وعمال يتمايل زي ما بيقولوا اليمين والشمال. المخدرات ضيعت عقله تماما. الجيران بدأوا كمان ان هم يتكلموا وبدأوا يقولوا له وطي الصوت اللي انت مشغله، صوت الكاسيت اللي هو مشغله. النتيجة كان بيشتمهم وكان بيرد عليهم ردود غريبة جدا، والشتيمة كانت كبيرة جدا، لغاية لما كمان قرروا ان هم يتصلوا بالنجدة علشان الصوت العالي ده كله. مراته دخلت عليه وهو في الوقت ده وهو عريان تماما ملط، بتقول له حرام عليك فضحتنا، كفاية فضايح لغاية كده، ادخل ولم الليلة وسيب الدنيا والجيران ما عملوش اي حاجة، وكفاية شتيمة وكفاية فضايح في اللي انت فضحتها لنا في المنطقة كلها. الناس كلها فعلا كانت متجنبة الشخص ده تماما علشان اللي بيعمله، علشان عرفوا ان هو مدمن مخدرات. المهم في الوقت ده ومراته بتعنفه وبتقول له خش والبس حاجة فضحتنا، ضربها ضرب مبرح لغاية لما مسك راسها في الحيطة اكتر من مرة لغاية لما وقعت على طول. معرفش ان هي وقعت مغمى عليها، جثة، ايا كان، ولكن الصوات كان اكتر من كده بكتير، وبرضه صوت الكاسيت عالي كتير وهو عمال يمين وشمال يرقص، كل ده جوه البلكونة قدام الناس كلها، جيرانه والناس اللي تحت. في الوقت ده قرروا ان هم يتصلوا بشرطة النجدة اللي دخلت على طول في الحال، لقت الزوجة جثة هامدة وبركة من الدم عليها كبيرة جدا وحواليها. في الوقت ده عارف ان هو قتل مراته. في التحقيقات كلها والكلام اللي هو كانوا بيستجوبوا رئيس المباحث، قال له انا ما كنتش اقصد اعمل اي حاجة زي كده، المخدرات كلت عقلي. حتى الجيران قالوا نفس الكلام ان هو كل يوم بيعمل الحركات دي، ولكن اليوم ده تحديدا كانت الدنيا معلية معاه حبتين. كان بيقول قدام رئيس المباحث ان انا قتلت حب عمري وما كنتش اقصد في حاجة زي كده، المخدرات كلت عقلي، شلة السوق اللي كانت صاحباني هي السبب في حاجة زي كده. عمال يقول مبررات، ولكن كل المبررات مش مقبولة نهائيا. الزوجة اللي استحملت كل الاستحمال ده كله في الاخر كانت النتيجة وكانت المحصلة النهائية ان هي ماتت عن طريق اللي كانت بتحبه. المخدرات كلت عقله تماما. خلي بالكم من موضوع المخدرات لان الموضوع اكبر من كده بكتير جدا. ده الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا في الفترة اللي فاتت او الساعات الاخيره. للعلم الموضوع ده حصل 2019 والموضوع لسه ماشي بالقضيه بتاعته لغايه دلوقتي، ولكن بعض الصحف قررت ان هي تنزل الموضوع بناء على بعض التحقيقات الجديده، والمحكمه اللي بتطلع بتاخد لسه قرارات تانية. لسه حكم الاعدام ما صدرش ولسه حكم المؤبد ما ظهرش، علشان كده احنا بنقول لكم الموضوع ده وبنقول لكم حقيقه الخبر اللي نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره او الساعات الكتيره القليله اللي فاتت. الموضوع انتهى، وكل اللي قاله الراجل برضه لرئيس المباحث ان الخلافات الزوجيه اللي هي بسبب مصاريف البيت بسبب ادمان المخدرات، خلص الموضوع وانتهى. رحمه الله على الست المصريه اللي صبرت مع جوزها لغايه ما ماتت. اهلها اللي لغايه دلوقتي بيتكلموا عليها بكل حسنى، الجيران نفس الكلام، كلهم مظلومين. البنت اللي استحملت كل الاستحمال ده كله، هي دي الست المصرية وهي دي الست العربية اللي بتقف جنب جوزها، ولكن جوزها في المجمل ما بيقفش معاها. نصيحة معينة، لو أي واحد اتجه للمخدرات ومراته عرفت الموضوع ده، يتسيبه في الحال، يتقومه ويتعالجه، يتبلغ أهله، يتبلغ أهلها، يتروح على طول بشنطتها لبيت أهلها. أهلك أولى بيكي في الوقت ده، مش جوزك اللي أولى بيكي، لأن هو بيبقى إنسان تاني مغيب تماما عقلا وكل حاجة. رحمة الله على البنت اللي توفت، تدعولها بالرحمة على وعسى ربنا سبحانه وتعالى يتقبل الدعوات ويبعد عننا كل شلة فيها حد مش كويس وبياخدوا أصحابهم الكويسين لمكان تاني خالص ملهوش رجع. السلام عليكم.